أنا أتمنى من المشاهدين والمشاهدات هذا الذكر العظيم الذي شوفي به ناس من السحر والمس والعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل. الواحد منا اليوم إذا شارك في عتق رقبة انبساط ويحدث أني شاركت في عتق رقبة مع 100 شخص، أنت عتقت 10 من ولد إسماعيل. إيش الحديث شيخ؟ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم، كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب وكانت حرزا له من الشيطان. الشياطين تسلطت على بني آدم في هذا الزمان، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل لو زاد عليه. إذن أنت الآن عندك أبواب، ربنا جل وعلا كريم عظيم سبحانه وتعالى. وذلك الحديث حديث يسير جدا، عفوا يا شيخ، يعني هذا الذكر على فضائله العظيمة لكنه سهل جدا على الإنسان، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. يعني لا كما تفضلت الآن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. قالوا وما المفردون؟ يعني لا يسبق أحد ذاكر الله أبدا، سبق المفردون في صحيح مسلم. قالوا وما المفردون يا رسول؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، في الصف الأول في المقدمة، المكثر من ذكر الله جل وعلا. وهذا كما تفضلت من نعم الله أن جعل يسر العبادة.